ممكن فادي او بدر. فبدر الاول. انا بالمرتبه الثانيه. هو انت مش قلت انت بكام؟ بس الثانيه. مبروك. مين؟ فادي. ما توقعت ابدا لانه حملتها لفيفو اخر فتره، بس اول ما نزلت كثير اشتغلت عليها. انا منزل كثير اشياء. انا عامل شيء 12 بوكس، مش عامل اثنين او ثلاثه. حلو انه فيفو هلا بغير ترتيب السوشيال ميديا لانه النقط تبعه مضاعفه، فانا هلا طلعت بالمرتبه الثانيه، يعني انا بامان. يا جماعه جيني مساج. اوكي. اوف ترتيب 10. اخر واحدة. الحمد لله اني عندي حصانه، ولكن المرتبه هي بتخليني نخدم على روحي باش نكون في المراتب الاولى. انا بجد لحد دلوقتي مش فاهمه اي حاجه في الموضوع ده لاني ما كنتش موجوده. انت ترتيبك بفيفو بيطلعك دبل بوينتس بالسوشيال ميديا. طيب ايه؟ كلهم عرفوا ترتيبهم. ده غير انا وهيثم هنعرف امتى؟ اذا عرفنا زينب وهيثم ممكن نحاول نعرف ايش بدر وجوري هيك. اكيد. الله يستر. ايوه. انا المرتبه الثامنه. كويس اني طلعت في المرتبه الثامنه والله. بالنسبه للشغل اللي انا اشتغلته مش وحش. شدي حيلك عشان تصرفي في الاخير. برافو عليك، انا مبسوطه بيك. والله يا زلمه اني امزح معك فمو قصدي. انا رقم الاول. والله الله يا هيثم، احلى مفاجاه اليوم. والله فرحان مبسوط وابدا ما توقعت انا. يا الله خلاص، يعني عندنا واحد اليوم بارتي، ثلاثة، أربعة، خمسة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، واحد منهم سبعة، ثمانية، واحد منهم تسعة، واحد منهم تسعة، عشرة. أوف.